مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده مع الفيرتوال اوفيس التابع لشركه يو ام جي. يو ام جي الشركه الكثير محترمه اللي حبت تكون عم تعطينا فيرتوال اوفيس مميز، منكون عم نتعرف اكثر على كل الفيتشرز الموجوده بقلبه من خلال الفيديوهات اللي رح نعرضها حاليا. سبق وخبرتكم انه نحن رح نكون عم نعطيكم فيديوهات قصيره عن كل فيتشر موجوده بالابلكيشن، ومثل ما وعدناكم رح ننفذ، وهلا رح بتشوفوا الحالتين، اول وحده عن الموبايل ابلكيشن بشرح جدا مفصل، وكمان بالويب سايت رح نعمل تور كامله ابارت او اول كيف بدنا نعمل ريجستريشن، كيف بدنا نعمل لوج ان، كيف بدنا نعمل ابديت الكي واي سي، فانا نشتري كل هودي المعلومات واكثر رح نحضرهم سوا. فهلا رح نعمل تنزيل لتطبيق الخاص بشركه يو ام جي، ورح نعمل تور كيف نحن نقدر نتعرف على المكتب الافتراضي اللي لنا. مشوا معي. اول شغله اكيد نحن حنفوت على الستور، حنكتب يو ام جي جروب، حتبين عنا هيدي الابليكيشن اللي هي خاصه بيو ام جي. انا لاني منزلتها حطلي في اعمل ان انستول او افتحها، فانتو اكيد عندكم رح تكونوا عم بتنزلوها وتبلشوا شغل عليها. انا رح احط اوبن لحتى هلا فرجيكم شركه يو ام جي والتطبيق اللي لها شو عطيكم خدمات وكيف مسهلكم حياتكم. اول شغله حنبلش بالصفحه الرئيسيه. بالصفحة الرئيسية حتلاقوا كل البرودكتس الموجودة بشركة يو ام جي. اوكي، حنروح على الحساب. بالحساب رح يبين عنا نحنا بأي يوزر مشغلين، شو الاسمه، شو ال فهون اول شي حيفرجينا انه من هو هذا اليوزر اللي عامل لوج ان، شو الباقه اللي هو اخدها، شو الايميل اللي له، المحفظه تبعه قديش فيها دولارز، النقاط اللي له قديش عنده نقاط. هون في اذهب الى المتجر الرئيسي، هون بروح على المكتب الافتراضي، طلباتي، العنوان، قائمه الامنيات، الاشعارات، اختر العمله، اللغه، أتحتاج للمساعدة، خدمات أخرى، تسجيل الخروج وغيرها وغيرها. وكمان مثل هون إنه فينا نفوت على المتجر نشوف البرودكتس، السلع، نشوف هون السلة، هون السلة فاضية، بدنا نشوف كمان كيف فينا نعبيها. الفئات، مثل ما بنعرف إنه شركة يو ام جي عندها أكتر من لاين بتشتغل فيه، فهون بفرجينا كل السلع الموجودة بهيدي الفئة. نرجع على الصفحة الرئيسية وغيرها وغيرها كتير، رح نتعرف عليهم كلياتهم، كل وحدة بالتفصيل من خلال حلقات متابعة. الانضمام والتسجيل بشركة يو ام جي. تعرفنا على المشروع وقررنا نكون عم ننضم رسميا لهيدا المشروع. شو فينا نحن نكون عم نعمل؟ اول شغله اكيد رح نكون نازل عنا التطبيق اليو ام جي. اوكي، تاني شغله بنفتح الابليكيشن ونكبس على الحساب، نكبس على تسجيل دخول، من بعدها حنفوت على صفحه اللوج ان. انا ما رح اكبس هون، رح طلع على كعب الشاشة حيكون في عندي شيء اسمه ريجستر، رح اكبس عليها. حتفتح لي هيدي الصفحة اللي فيها لازم نكون عم دخل المعلومات الأساسية اللي إلي. هيدي المعلومات لازم تكون متطابقة مع الاي دي او الباسبورد اللي انا رح استخدمه بعدين. اوكي، شغلة، وتاني شغلة لازم يكون انا عندي ايميل او بريد الكتروني مش مستخدمته انا قبل بشركه يو ام جي. كمان لازم اكون فاتحه هيدا الايميل قدامي، لانه بعد شوي رح يوصل لي ايميل لحتى انا اكون عم اكد انه هيدا الايميل وصلني وهيدا انا، ولحتى اكمل التسجيل. فهون رح احط مثل ما قلنا المعلومات حسب الاي دي، بس انا لاني عم بعمل هلا ديمو رح كون انا عم بكتب مثلا ديمو.
يو ام جي، رح احط الايميل اللي انا فتحته هلا قدامي اللي هو يو ام جي ريجستريشن ريجستريتنج. اوكي، هحط اليوزر مثلا ديمو يوزر، هحط البلد هون مثل ما ملاحظين انه شركة يو ام جي عندها كل الاحتمالات تقريبا، كل البلدان هي واصلت لها، فبكل البلدان تقريبا في يكون انا عم بعمل اكونت او عم كون عم باخد برودكتس. سو انا رح نقي لبنان كونه هويتي اللبنانية. الباسورد، الباسورد كتير مهمة تكون فيها هيدي الخصائص. اول شيء مينيموم 6 ارقام او ديجيتس. تاني شغلة لازم يكون فيها حروف صغيرة وحروف كبيرة، لازم يكون فيها special characters أو الحروف الخاصة المميزة مثل الات مثل الهاشتاج، ولازم يكون فيها كمان أرقام. so أنا رح أحط example مثل سي اس سوري اي كابيتال بي. هون رح أحط ال special character اللي هو at، رح أحط الأرقام اللي هني مثلا 23، ورح أحط كمان أرجع يو وام جي. قد ما انا اكون عملت الباسورد سترونج قويه فيها كل هيدي الخصائص، قد ما بكون هي حميتني اكثر. رح ارجع اعيد الباسورد هيدي للكونفرميشن للتاكيد. هون بدي اكبس I'm not a robot لحتى اتاكد انه انا انسان ماني سيستم. ومن بعدها رح احط ريجستر. تاكدوا منيح انه الايميل مفتوح قدامكم. مثل ما بتلاحظوا هون حط لي انه في ايميل وصلنا. كتير مهم ننتبه، نحن رح نتأكد هلا انه وصل لي ايميل، انا وصل لي ايميل، بس in case ما وصل ايميلك شو حاطين تحت؟ haven't received a verification code in your email click here. يعني اذا انا ما وصل لي verification code او ضلتني 5 دقايق ما قدرت لحق له وضروري يكون تاركه هيدي الصفحه مفتوحه، بكبس على click here. لما اكبس على click here رح يرجعوا يبعثوا لي الايميل مره ثانيه. اوكي؟ so انا هلا رح اعمله، رح اروح انا فاتحه الايميل قدامي على اللابتوب، رح اعمل له فيريفيكيشن، رح يوصل لي هو ايميل، رح اكبس على هيدي اللينك، وهون انا عملت كونفرميشن انه هيدا الايميل هو valid. اوكي، وهيك انا بكون خلصت ريجستريشن. متابعه التسجيل. من بعد ما صار في عنا confirmed email، نحن هلا رح نكمل الخطوة الثانية بالregistration. رح ارجع اعمل لوج ان بالايميل اللي دخلته جديد، يعني بالحساب الجديد من اليوزر نيم والباسورد. اعمل لوج ان ورح ارجع اكبس هون، فوت على المكتب الافتراضي، رح ارجع اعمل لوج ان كهون، اللوج ان تعول المكتب الافتراضي بنفس الايميل والباسورد، رح يعطيني هون انه ابديت كي واي سي. رح نكبس على ابديت كي واي سي. فينا هون اذا حبينا منغير اللانجوج، بنكبس فوق على العربية، بنكبس على تحديث الكي واي سي. الكي واي سي هي نو يور كاستمر. رح نرجع نحط الاسم اللي نحن دخلناه، واكيد هو مطابق للاي دي تبعنا. رح نحط رقم التليفون، مثل ما ملاحظين انه هون مثلا حاطين دغري 6961 اللي هو الكود تاعو لبنان، لانه هيدا الاكونت او الحساب هو لبناني، فنحن بس علينا نكون عم نزيد رقم التليفون. فينا نحط الجنس ذكر او انثى.
العنوان، قد ما فينا نكون عم نحط تفاصيل عن العنوان بيكون أفضل، يعني شو المنطقة، شو اسم الضيعة، شو الشارع، بناية، طابق. هون نعمل إرسال، هون رح يبين إنه في عنا نظرة عامة عن الحساب اللي نحن كونناه. حيحط لنا إنه نحن هون بعدنا أي آر، أوكي. إذا نحن بدنا نعمل أبجريد هذا الشيء رح نتعلمه بعدين، نضغط هون، أوكي. هون حط لنا إنه هيدا شو هو هيدا الأكونت مثل ما نحن سميناه ديمو يو أم جي، الإيميل اللي هو تسجل فيه، أكيد إجمالي البي في حتكون زيرو لأنه نحن بعدنا شو مبلشين. وهي هي حتبين لنا بشكل عام، أكيد هودي الأشياء كلياتهم رح نتعلمها بعدين. وهلأ رح نتعلم كيف فينا نربط هيدا الشخص بالأبلاين اللي له، يعني مين عزمه على هيدا المشروع، مين عرفه على هيدا المشروع. حنكبس هون كمان على الثلاث شخطات، حنكبس الترقية الآن. حيبين لنا هون الخصائص، انه هو اي ار، شو عنده البرسنتج، كيف فيه يكون عم يحسنها. وهلا بنشوف. ها هون بدنا نحط ايميل للشخص اللي عزمه على هذا البزنس، تنقول جيهان هي اللي عزمته. سو هون الديمو، الشخص اللي نحن هلا زدناه، هو رح ينزل تحت اسم جيهان. هيك بنكون ربطنا الابلاين بالشخص اللي نحن عم نضيفه جديد، او بحالنا بالاحرى. اوكي، ارسال. الخطوة اللي بعدها هون بدنا نحط تاريخ الميلاد، اكيد لنا يعني الشخص اللي هو عم بيسجل. هون رح نحط انه انا قريت البيانات والخطة العمولات تابعة لشركة يو ام جي وموافق عليها، وبكبس الترقية. اوكي، فهون انا خلصت هيدي المهمة، عملت ريجستريشن، ربطت الشخص بالابلاين تبعه. هون في ارجع انا للصفحة الرئيسية، او في روح على الكي واي سي ملء معلومات. هون رح فوت على البروفايل للشخص، رح اتأكد انه كل المعلومات اللي نحنا زدناها هي مظبوطة متطابقة مع الاي دي. وهون رح اعمل لابلود للكي واي سي ملفات. اوكي، هلا سبق وانا عملت فيديو خاصه بالابديت كي واي سي، رح ترجعوا تطلبوا لحتى تكونوا عم تتعرفوا كيف نحن بنعمل ابلود للاي ديز اللي قلنا والكونتراكت. ترفيع الكي واي سي. وهلا من بعد ما صار في عنا حساب جديد لقلنا، صار المفروض نحن نكون عم نستخدم اليوزر نيم والباسورد الجداد اللي انعملوا حتى نكون عم نعمل لوج ان، حتى نفوت ونعمل ابديت كي واي سي. الكي واي سي هي نو يور كاستمر. رح نفوت على تسجيل الدخول، حنحط الايميل اللي خلقناه جديد يعني هو اليوزر نيم، وحنحط الباسورد اللي حطيناها. بهالطريقة نحن بنكون هلا فتنا على الحساب الجديد اللي انخلق. نرجع بنحط اليوزر نيم والباسورد الجديد. هيك نحن بنكون حتى بالمكتب الافتراضي عم نسجل دخولنا. اوكي، هون رح منلاقي كل المعلومات اللي نحنا من قبل كنا مدخلينها. كتير ضروري نتأكد منهم انه هن كلياتهم مطابقين للاي دي، ونحنا هنشوف حالنا نحنا وين مسجلين كل هيدي القصص. وبننزل لتحت، هون نحنا رح نطلع الملفات الخاصة بالكي واي سي. مثل ما حكينا حيكون في عنا شغلتين ضروري نحن نكون عم نعمله.
اول شيء حنطلع الاي دي، اكيد لازم تكون بسايز محدد وتكون مصورة الهوية من الوجه ومن القفا ومحطوطين تناتهم على نفس الايمج وما نحطها. منحط المفروض الرقم تعول الاي دي اللي هو اجمالا ببلش ب4 صفورة، اوكي، اللي انتو حتشوفوه بتحت كعب الصفحة، اوكي. او منحط حفظ، نرجع نعمل تحميل للتعهد، نعمل له برينت، منسيبه، ومن بعد ما نسيبه معنا نرجع نروح نعمل له ساين. رح نعمل فيديو تاني علمكم كيف فينا نعمل ساين. انا اوريدي عاملي ساين لدوكيمنت، كمان رح نرجع نطلع هذا الدوكيمنت، اوكي، كتبته وعملت له ساين، هنرجع نعمل له حفظ، هنسجل كمان نفس الرقم، هنعمل حفظ. صاروا مبينين عنا هون، وهيك نحن بنكون عملنا ابلود لهودي الدوكيومنت، وبننطر تقريبا 48 ساعة وبيرجع بينعمل لهم كونفير. شراء الباقة. بهيدا الفيديو او السيشن رح نتعلم كيف فينا نحن نكون عم نختار الباقة او الباكيج المناسبة لإلنا. اول شيء اكيد نحن بنكون عاملين لوج ان بالاكونت اللي لإلنا، بالحساب اللي لإلنا. رح نرجع نروح على المتجر. لما نروح على المتجر رح منلاقي في عنا اكتر من باكيج، في عنا البروفيشنال باكيج، في عنا البيسك باكيج، في البيسك السكين كير، في البيسك الميكس، في عنا اكتر من باكيج، في عنا البريميوم، في عنا البروفيشنال، وفينا اكيد حسب اوقات بيكون في عنا بروموشنز بيكونوا حاطين باكيجز خاصين بهيدا البروموشن، ففينا نكون عم نشوفهم، وكمان فينا نكون عم ننقي البرودكت اللي نحنا منيه. انا هلا رح اختار باكيج، هيدا الباكيج رح اخدها كهي كبروفيشنال باكيج. بروفيشنال باكج يعني اللي هي عبارة عن 1500 دولار، او البي في اللي هي 1000 بي في، اوكي. فهي حتكون حيبينوا عنا هون كل البرودكتس الموجودين بقلب هيدي الباكج، حيكون في عنا تفاصيل عن كل منتج اذا نحن كبسنا على واحد منهم، حنحطها اضافة الى السلة، اوكي. من بعد ما هي صارت موجودة عنا، فينا كمان نكون بعد عم نختار اشياء، وفينا نكون نكتفي بس بهيدي الباكج. رح اكتفي انا بهيدي الباكج، وحنروح هون مثل ما شايفين سلة السوق محطوط عليها بالاخضر واحد، يعني في عنا ايتم واحد او منتج واحد اللي هي عبارة عن الباكج. في عنا طريقتين، يا انه نكون نحن مقررين نكون كموزعين ونكون عم نعمل ابجريد او ترقية الان، او نكون نحن عم ناخدها من المتجر التجزئة، يعني بيكون في عنا ديسكاونت محدد لها. اكيد الديسكاونت بما انه هلا نحن بعدنا اي ار حتكون 5%، فنحن هون لا شخص بده يصير هو موزع ديستريبيوتر، فنحن رح نحط الترقية الان. حتبين عنا شو الباكج اللي نحن اخترناها، وحيبين عنا السعر اللي لها وكم بي في لها. فينا هون نرجع نقول لا نحن ما بدنا اياها، بدنا نفرغ السله، يعني ما نعمل امتي باسكت، نمحي هذا البرودكت الموجود، او فينا نقول انه لا نحن بدنا بدل الوحده بدنا اثنين، ففينا نكبس على البلس، فينا نرجع نقول لا نحن بدنا بس واحد، نكبس على الماينس، اوكي. فبهيك نحن بنكون اخترناها. في هون احط لنا هل لديك رمز احاله، او هل لديك قسيمه او اس في، يعني اذا انا بدي كون عم بشتري بالاو اس في رح احط هون. في اذا عندي رمز احاله يعني الريفيرال كود كمان حكون عم حطه هون، اوكي. اذا عندي او اس في رح كون عم حطه هون، احط الاي دي تاعو للاو اس في واشتري من هون مباشره. رح كمل انا معكم التالي.
رح ننقي هون الطريقة اللي رح نكون عم ندفع فيها. نحن فينا نكون عم ندفع ككريدت كارد، فينا نكون عم ندفع او اس في او من الوالت اللي قلنا او من الويسترن يونيون. اكيد هلا ما فينا ندفع من الوالت اللي قلنا لانه اصلا الوالت بعدها ما مفعله، ونحن هلا بعدنا اكونت جديد يعني اصلا ما في عنا مصاري. رح احط انا، رح ادفع ككريدت، هحط التالي هون، بحطوا لنا نوع الشحن. يا هل ترى انا بدي روح على المركز اللي بدبي واستلمها دغري من المكتب، او من خلال الشحن يعني الدي اتش ال؟ رح احط انا دي اتش ال ورح احط التالي. هلا هون انا بدي احط العنوان. هذا العنوان بما انه انا ماني حاطه عنوان قبل، رح اعمل عنوان جديد، رح احط رقم التليفون. اكيد انا هون ما بحط لا بلس ولا شيء، في دغري احط التليفون او في احط 0070 مثلا. اوكي، حط الدولة اللي هي لبنان، في انا اكون عم ببعث لاي بلد، بس بما انه انا اكونتي بلبنان وانا بدي اشتري هذا الباكج للبنان، ففي احط انا هون لبنان. بس مثل ما قلنا انه فينا نكون الاكونت لقلنا بلبنان، بس انا بدي ابعت هيدي الباكج على السعودية، في حط انا السعودية. اوكي، بس اكيد العنوان السعودي مثلا انا بدي احطه هون. رح حط نقول بعقلين قد ما في احط هون تفاصيل، شو هو الشارع، شو هي البناية، الطابق، قد ما بنكون هون عم نساعد. الرمز البريدي اجمالا هو بلبنان 0000، اسم المنطقة تنقول بعقلين، شارع المرج، اسم البناية بناية واحد تنقول شقة، قد ما فينا نكون عم نحط هون تفاصيل مثلا. ملاحظة، إذا عندي شي ملاحظة معينة في يكون عم حطها بحط حفظ. صار عندي أنا هون عنوان. اوكي، ما ننتبه منيح انه نحن لازم نكبس على هيدا العنوان، ووقتها بتضوي التالي ونكبس على التالي. فينا هون نرجع نعمل ريكاب لكل المعلومات اللي احنا دخلناها. هنتأكد انه تفاصيل الطلب شو هي، شو مصاريف الشحن، كل القصص اللي شو هي الباكج، عنوان الاستلام، نوع الشحن، طريقة الدفع. اوكي، من هو المستخدم الحالي، ومنكمل للتالي. اوكي، هون بيرجعوا بحطوا لنا المتابعة لإجراء الدفع. هلا هون إذا نحن بدنا نرجع نتأكد شيء من شيء، فينا نرجع نكبس على كبسة السابق. أنا رح أحط المتابعة لإجراء الدفع. اوكي، تأكيد، وأكيد أنا هون رح كون عم حط المعلومات تاع الكريدت كارد تبعي، اكيد ما في حدا يكون عم بيشوفهم. اوكي، وبهالطريقه بنكون نحن عملنا ابجريد للاكونت اللي قلنا، وصارت بدل ما كانت اي ار نحن رح بنكون بروفيشنال. اوكي، بنحط المعلومات، بنكتب باي ناو. طلب المساعده. اوكي، هلا رح نتعلم كيف اذا في عنا شي سؤال او بدنا نبعت شي تيكت، وين نحنا فينا نبعتها. اكيد بنفوت على الاكونت وبنعمل لوج ان، وفي تحت اذا بتلاحظوا تحتاجوا للمساعده بنكبس عليها. شوفوا هون حتى بتقدروا تحصلوا وتقروا على كتير معلومات عن الشركه. اوكي، فيكم تشوفوا انه شو هو النظام، كيف يشتغل، شو الارباح، يعني كتير اسئلة بتخطر على بالنا فينا نكون نحن عم نشوفها. بالاضافة اذا نحن ما نبعت تيكت مثل ما قلنا، هنشوفها هون.
فينا قبل كمان نشوف إذا نحن منيها بالإنجليش ولا بالعربي كمان من هون، وإذا أنا نبعت تيكت. شايفين هيدي الكبسة السيركل الزرقاء وبقلبها أبيض، بنكبس عليها بيطلع لنا هون المعلومات اللي نحن بحاجة إلها. أول شي معنا نكتب الاسم، مثلا أنا هذا بالأكاونت تعول جيهان، بحط الإيميل تعول جيهان. أوكي، بحط هون مسج مثلا please approve my idea مثلا. أوكي، وبعمل submit. هيك بنكون نحنا عملنا التيكت. تسجيل عضو جديد. من بعد ما أخذنا القرار وبلشنا الشغل بيو ام جي، حصلنا على كل التدريبات، بلشنا الشغل الجدي، هلأ صار وقت نكون عم نأسس فريق. فهاليوم بهيدي السيشن رح نتعلم كيف فينا نكون عم نسجل شخص جديد معنا بفريقنا. أكيد حنكون عاملين لوج ان بالأكاونت اللي قلنا، حنروح على الحساب، حنروح على المتجر مكتبي الافتراضي اللي هو Virtual Office، ومن بعدها راح منروح على فريقي وتسجيل جديد. حتبين عنا الصورة واضحة انه في عنا اكتر من مرحلة لحتى نكون نحنا عم نسجل شخص جديد معنا. اول شغلة لازم نكون عم نزيدها، وكتير مهم نكون عم ننتبه لهذا الموضوع، انه الشخص اللي نحنا ما نكون عم نسجله لازم يكون معنا، يا انه فاتح زوم يا انه هو حدنا، واهم اهم شغله يكون الايميل اللي له مفتوح اوكي قدامه، لانه بعد شوي رح يوصل له ايميل كرمال يعمل كونفرميشن او تاكيد انه صار ممبر معنا. فالبريد الالكتروني او الايميل اللي له يعني هنحطه هون، هنحط الاسم، كل هيدي المعلومات اللي رح نكون عم نحطها رح تكون متطابقة مع المعلومات الموجودة على الهوية أو على الباسبور، الوثيقة الثبوتية اللي له. أوكي، حنحط الاسم الأول، أنا رح سميه كيوزر بما أنه هو هيدا كتستنج عم نعملها يو أم جي. حنشوف أنه هون فينا ننقي البلد اللي نحن منا إياه، مثل ما ملاحظين انه شركة يو ام جي موجودة بكل البلدان، فنحن فينا نكون عم نسجل معنا حدا او عم نبعث له برودكتس لكل دول العالم تقريبا. انا رح نقي لبنان. مثل ما شايفين رقم التليفون حيكون اول شيء الكود اللي فيه حسب البلد، ونحن بس حنرجع نزيد رقم تليفوننا اللي قلنا، يعني مثلا مثل بلبنان حيكون 8 ارقام، مثلا اوكي. العنوان قد ما نكون عم نحط تفاصيل عن العنوان بيكون هذا الشيء احسن، مثلا فينا نحط المحافظه، فينا نحط المنطقه، فينا نحط الشارع، بنحط البيت بالطابق. اوكي، هون كلمة المرور. كلمة المرور ضروري تكون هي مؤلفة من أقل شيء ست ديجيتس. أوكي، منه لازم يكون كابيتال لتر، يعني حرف كبير، أو سمول لترز، أو سبيشال كاركترز مثل الات الهاش، واكيد لازم يكون فيها نمبر. قد ما نكون عاملين الباسورد قويه، قد ما هيدا حفظنا على السكيورتي اللي قلنا، ومنعنا حدا يكون عم بياخد الاكونت اللي قلنا. فانا رح اعمل الباسورد مثل ما قلت لكم، انه انا حطيت الباسورد متنوعه، وهون رح ارجع اكد انا على الباسورد كمان. بهيدي الطريقة نكون أكدنا إنه حافظين الباسورد، وهي هي اللي نحنا منا إياها، أو على طول خليها تكون هي مسجلة عنا على جنب. تاريخ الميلاد أنا هون رح أحطها مثلا سبتمبر 13، رح أحط هون ال مثلا 2006،
لأنه أكيد العمر لازم يكون أكثر من 18 سنة. فينا نحط الجنس ذكر أو أنثى. هون بدنا نحط نعمل تشيك على هيدي إنه نحن موافقين على الشروط والأحكام. فينا نحن نكبس عليها الأحكام والشروط، وهيك بنقرأ كل التفاصيل اللي نحن موافقين عليها قبل ما نكون عم نكمل. بنحط التالي، وبهيدي المرحلة بنكون نحن خلصنا من أول مرحلة لإلنا. وهون مثل ما قلنا إنه لازم يكون الإيميل للشخص اللي عم نسجله هو موجود مفتوح قدامه دغري، لأنه وصلنا إيميل وفيه كود. هذا الكود مفروض الشخص يكون دغري عم يعطينا إياه، وهو هذا الكود حيكون على طول مختلف. أنا مثلا وصل لي تأكيد. كمان هون نحن خلصنا المرحلة الثانية، وهون صرنا بالمرحلة الثانية تحديد عضوية الشخص اللي معنا. يا هل ترى هو حيكون ضيف ولا حيكون اي ار؟ نحن حنحطه اي ار كونه هو شخص رح يشتغل معنا. هلا نوع المحاذاة انه نحن من وين ما نسجله، نسجله بطريقة هيك افتراضية مثل السيستم بده، ولا نحن بنكون عم نخصص وين ما نحطه. انا رح احط المحاذاة المخصصة. معلومات محاذاة الفريق، مثل ما بنعرف انه هيدا الشخص اللي انا هلأ عم سجل عنده شخص جديد، هو اخد بيسك باكج، يعني هو عنده بزنس سنتر واحد، يعني كرمال هيك رح تكون عنده 001. هلأ هون نحن فينا نكون عم نحدد انه هو حنسجله على اليسار ولا حنسجله على اليمين. فببين عنا اكيد هون حنكون حاطين على البزنس سنتر 1، فهون حيبين اذا على اليسار حتبين الارو انه هون هو حيتسجل، اذا كانت على اليمين كمان حتبين هون. فانا حسجله على اليمين، وهون لقد قرات ووافقت على خطه الارباح، فكمان بدي اعمل لها تشيك وبحط التالي. من بعد ما حطيت التالي هون حط لي تم انشاء عضو جديد بنجاح. اذا كان لديك اي سؤال فيرجى الاتصال بدعم. اوكي، فهون نحن خلصنا من هيدي المرحلة وصار في عنا حدا جديد معنا بالفريق. مبروك. تسجيل الدخول. عملت اكونت جديد، الابلاين تبعي عطاني يوزر نيم وباسورد، بس انا كيف في استخدمهم؟ كيف في انا ادخل على الابلكيشن اللي على حسابي الخاص اللي لي؟ اول شغله بعملها بكبس على الحساب، بكبس على الحساب رح يحط لي تسجيل الدخول. رح اكبس على تسجيل الدخول، رح يعطيني اني لازم اكون عم اسجل اليوزر نيم او الايميل. انا رح استخدم الايميل، رح اكبس على هيدا الايميل، رح احط الباسورد الخاصة بهيدا الايميل، ورح اعمل لوج ان. وهيك انا رح فوت على حسابي الخاص فيي، ورح اقدر اعمل كل القصص اللي انا بدي اعملها بحسابي الخاص فيي. تغيير كلمة المرور. كرمال نحافظ على السكيورتي اللي قلنا الخاصة بهيدي الابليكيشن، كتير ضروري بين الفترة والتانية ونكون عم نغير الباسورد او كلمة المرور، او ممكن اوقات نعرف انه حدا بيعرف الباسورد ونحن ما نغيرها فكمان لازم نغيرها، او اوقات اول مرة بيكون الابلاين لقلنا هو اللي عامل الاكاونت، ففي دغري انه نحن نكون عم نغير الباسورد. كيف فينا نحن نغير الباسورد؟ اهم شغلة نعرفها انه لازم نكون عاملين لوج اوت. بدنا نروح على الحساب ونعمل تسجيل الدخول. بهيدي الصفحة رح منشوف على الآخر تقريبا في عنا forgot password، رح نكبس عليها. هون بدنا نحط الإيميل اللي نحنا بدنا نغير له الباسورد اللي له. رح اكبس submit. هون مفروض يكون وصل لي ايميل، فكرمال هيك كتير مهم يكون قدامي في الايميل مفتوح لحتى يوصل لي الايميل ونكون عم نعمل ريسات. اوكي، وصل لي انا الايميل وبقلبه محطوط اللينك ها تو ريسات الكريدنشلز، فانا رح اكبس عليها.
هي بس حتضلها 5 دقايق. فهون بحط لنا انه انت بدك تغير الباسورد، سو انا رح احط الباسورد الجديد، رح ارجع احط له كونفيرم كمان، ومن بعد ما اغير الباسورد رح ارجع احط الباسورد الجديد حتى اتاكد يا هل ترى هو شغال. اكيد عند الايميل. اوكي، وبهذه الطريقة تأكدنا انه تغيرت الباسورد والحساب صار جديد، مغير له الباسورد تبعه. تسجيل الخروج. خلصت كل شغلة بالابليكيشن وصار وقت اعمل لوج اوت. كيف في انا اظهر من الابليكيشن؟ بكبس على الحساب، بالاخر في عندي تسجيل الخروج، بكتب على تسجيل الخروج، بحط لي هل انت متاكد من تسجيل الخروج، بحط لي الغاء اذا انا قررت لا تذكرت بدي كمل اعمل شيء، فبحط الغاء. اذا انا مأكدة انه بدي اظهر من هيدي الابليكيشن بحط نعم، وهيك انا بكون ظهرت وبطلت انا موجودة بهيدي الصفحة. يعني بدي ارجع اعمل تسجيل دخول مرة تانية لحتى ارجع اقدر فوت على الابليكيشن. ارسال الرابط لشراء المنتجات. عندي حدا حب كتير المنتجات وقرر يكون زبون عندي، فاكيد انا لازم اكون عم بعطيه الرابط الخاص فيه لحتى يفوت ويشتري، ومن هيك انا بحصل على نسبة معينة من الارباح. رح اكبس على الحساب، رح فوت على المكتب الافتراضي، رح اكبس على الخطوط الفوق، الملف الشخصي، رابط الإحالة. برابط الإحالة هون أنا في أعمل إنشاء رابط جديد، بكبس عليها رح يطلع لي الرابط تحت، رح أعمل كوبي أو نسخ لهيدا الرابط وابعت له إياها. رح فرجيكم هلأ كيف هي حتبين عنده. من بعد ما يكبس عليها هون رح يعمل بيست وحيفوت على الويب سايت تاعو لليو ام جي بهيدي الصفحة، ورح يعمل ريجستر ويكمل كل المعلومات اللي هو بحاجة لها حتى يكون عنده اكونت خاص فيه، ومن بعدها يشتري بالطريقة اللي نحن تعلمناها قبل. من بعد ما تعرفنا على التطبيق، هلأ بدنا نتعرف على الويب سايت. مشوا معي. الانضمام والتسجيل بشركة يو ام جي. هلا رح نروح على الويب سايت. اول شيء رح نروح على جوجل او حيال براوزر عنا اياه، رح نكتب umggroup.com. رح يطلع لنا الويب سايت الرئيسي الخاص بالشركه، رح نكبس عليه، حنفوت على قلب الويب سايت. فوق رح بتلاقوا في كبسه مكتوب عليها ريجستر، رح نكبس عليها لحتى نكون عم نخلق حساب جديد لنا. حنحط فيه الاسم الاول، الاسم العائلي، الايميل، اليوزر نيم، حنقي البلد اللي نحن فيه، وانا حاليا رح نقي لبنان. ومن بعدها رح حط الباسورد او الرمز السري. الرمز السري رح يكون في عنده خصائص معينه، يكون في حروف كبيره، حروف صغيره، ارقام، سبيشال كاركترز مثل الات والهاشتاج. رح اعطيكم اكزامبل عن الباسورد يو ام جي بحروف كبيره 2023 ات، ورح نرجع بالكونفيرم باسورد رح نحط نفس الرمز السري للتأكيد عليه. رح نكبس I'm not a robot، ورح نكبس على register لأن حتى نخلق أكاونت جديد. هون رح يكون الإيميل مفتوح قدامنا لأنه رح يوصلنا إيميل تأكيدي. رح نفتح الإيميل، رح نلاقي بقلبه فيه لينك أو رابط، رح نكبس عليه، رح نفوت على قلب الويب سايت، بس هيدي المرة نحنا مسجلين. ترفيع الKYC. رح نكبس على الحساب الجديد على فيرتوال اوفيس او المكتب الافتراضي، رح نفتح لنا انه نعمل ابديت للكي واي سي او ترفيع الكي واي سي. رح ندخل هون معلومات اساسيه لنا مثل الاسم الاول، اسم العائله، رقم التليفون، الجنس، الادرس. قد ما نكون فينا عم نحط الادرس بالتفصيل قد ما يكون هيدا كتير مناسب لنا. هون للتذكير انه لازم اليوزر نيم والاسم الاول واسم العائله متطابقين مع الاي دي اللي نحن رح نرفعها بعد شوي. من بعد ما خلصنا الادرس بنكبس سبميت، حيبين المعلومات الاساسيه لهيدا الحساب. حنشوف هون الايميل لإله، هنشوف انه هو بعده guest membership،
اوكي، حيبين هون فوق انه هو في عنا ويرنينج اذا بدنا نحن نحوله ل اي ار. لنكبس على الكليك حنحط هون الايميل تاعو للشخص اللي دعينا على هيدا البزنس او الابلاين اللي قلنا، رح نحط هون الايميل، وبهيدي الطريقة بنكون عم نربط الشخص اللي مسجل هلا جديد بالابلاين اللي له. نعمل سبميت، هون بنرجع بنحط تاريخ الميلاد، وبرجع بأكد انه لازم يكون متطابق حسب الهوية. بكبس على اني انا موافقة على الشروط الشركة والكمبنسيشن بلان، وهون نحن بنكون سجلنا دخول. هلا بدنا نعمل ابديت للملفات الخاصة بهذا الشخص. مثل ما شفنا هون كل المعلومات الخاصة بهذا الشخص صارت موجودة، صار عنده بزنس سنتر، صار في عنده اللفت والرايت، فينا نغيرهم ونعمل سيف. وهون رح نحط الملفات الخاصة بهذا الشخص اللي عم نسجله، رح نكبس هون، رح نحط الاي دي، الاي دي لازم تكون مصورة من الوجه ومن القفا، وهون بدنا نحط الرقم الخاص بهيدي الاي دي وبنحط سيف. حنرجع لتعب الصفحة حنشوف انه هيدا الدوكيومنت اللي نحن طلعناه او الملف بعده pending. نحن بدنا نعمل شغلة جديدة، نعمل داونلود للكونتراكت، نكبس عليها، نعمل لها برنت. من بعد ما نعمل لها برنت نحن لازم نكون عم نعمل لها امضاء. اوكي، من بعد ما نعمل لها امضاء رح نرجع عم نطلع هيدي الوثيقه الكونترا بينها وبين الشركه ممضي، وكمان نرجع بنحط نفس الرقم تعول الهويه اللي حطيناه قبل. ومن بعدها اكيد نعمل سيف او بنحفظ، وهيك بيصير في عنا ملفين نحن طلعناهم. نرجع منشوف كل المعلومات، نرجع منشوف انه هودي الفايلين او الملفين بعدهم pending ناطرين الموافقة من الشركة. شراء الباقة، وهلا صار وقت اشتري الباقة الخاصة فيي. رح اكبس على يو ام جي ستور او متجر يو ام جي، حيكون في عندي فوق الشوب او المتجر رح اكبس عليه، رح يبينوا لي كل الباقات الموجودين بقلب سوق يو ام جي. ممكن نقي انا البيسك باكج اللي هي كمان منوعة، ممكن نقي البريميوم باكج، وممكن نقي البروفيشنال باكج. رح نقي البريميوم باكج، رح تنضاف دغري عندي على السلة. رح نشوف فوق على السلة صار موجود رقم واحد، يعني في عنا عندي سلعة وحدة اللي هي الباكج اللي اخترتها. رح اكبس عليها، رح تاخذني على متجر الموزعين، رح اكبس upgrade now او ترقية الان، رح تاخذني لهون لهيدي البيج، حتبين انه الباكج اللي انا مختارتها مع التفاصيل اللي لها. رح اكبس على next، رح حتى انقي طريقة الدفع، ممكن نقيها credit card او OSV او من المحفظة او Western Union. رح نقي credit card، رح اكبس next او التالي. من بعدها رح نقي طريقة التوصيل، ممكن الشحن عبر طريق ال DHL او الاستلام من مركز دبي. وهون رح تاخذني على الادرس، نقي الادرس، حط ادرس جديد، احط المعلومات الخاصة بهذا العنوان، كل التفاصيل عنه، الادرس، الستيت اللي له، الزيب كود، رقم التليفون، بأي ستريت هو موجود، البيلدينج، كل التفاصيل اللي خاصة بهذا العنوان. ومن بعدها رح اكبس سبمت. هون اكيد لازم انا اكون عم علم انه هيدا الادرس اللي انا بدي اياه، وبكتب نكست. هون رح يبين لي كل التفاصيل اللي انا سبق واخترتها، ان كان من البيمنت ميثود ولا الشحن ولا مين هو هيدا اليوزر. رح اكبس سبمت، وهون بنروح على البنك لحتى نكون عم ندفع بالكريدت كارد تبعنا. حنحط كل المعلومات الخاصة فينا، النيم والاكسبايري ديت والسيكريت كود، اكيد مش مفروض حدا يكون عم بيشوفهم. هون اذا قررنا نحن نكون عم نستخدم طريقة تانية بالدفع، حنروح نرجع على السلة، رح نرجع نكبس upgrade now، حنشوف انه هيدي الباكج نحن ما اياها، هنكبس next، وهيدي المرة ما رح نختار ولا طريقة منها، وانما رح نروح
على الجنب ونلاقي انه do you have OSV voucher، يعني عندنا OSV، رح نكون عم ناخد OSV من حدا مثل ما هو عطينا اياه. رح نحط هيدا الكود هون، هيدا الرمز رح نحطه مباشرة هون مثل ما عطينا اياه. الحلو انه فينا نكون نحن عم نستخدم اكتر من OSV، فممكن نكون عم نجيبه من اكتر من حدا، فرح نرجع نحن نكبس add a new OSV، كمان رح نحط الكود مثل ما عطينا اياه او الرمز مثل ما عطينا اياه. ومنكبس على هيدي الكبسة انه هيدا صار عنا. اذا في عنا ريفيرال كود كمان حنكون اخدينه من حدا او هو خاص فينا لالنا، رح نكبس الريفيرال كود كمان مثل ما هو، هيدا الرمز كمان مثل ما هو لازم يكون موجود عنا. من بعد ما نكتب الريفيرال كود كمان رح نحط على هيدي الكبسة الخضراء، وهيك نحن بنكون حطينا OSV وحطينا ريفيرال كود، وفينا نرجع نكمل الخطوات الباقية من طريقة الشحن وغيرها. متابعة طلبكم عبر الـ DHL. ولحتى نتابع طلباتنا منفوت على جوجل نكتب DHL Tracking، كون الـ DHL هي الشركة المتعاونة مع UMG لحتى تكون عم بتوصلنا طلباتنا، فمنكبس على الويب سايت الخاص بـ DHL. هون رح نحط رقم الطلب اللي نحنا منا نراقبه. من بعد ما نخلص كتابة الرقم الطلب نكبس على تراك، وهيك منشوف طلباتنا. طلب المساعدة، إذا بدي مساعدة كمان يو ام جي مقدمت لي هيدي الفرصة، بكبس على اليو ام جي يوزر فيرتشوال اوفيس، بروح على البروفايل أو على الملف على الإعدادات أو السيتنجز، بكبس على السيتنجز، حأنزل لك عبر الصفحة حلاقي فيزيت هيلب سنتر أو المساعدة، بكبس عليها بروح على هيدي الصفحة. هون أنا رح شوف كتير معلومات أنا يمكن كون بحاجة لإلها، رح أكبس على Get Support، هنلاقي هون في كتير أسئلة نحنا بحاجة لإلها، فينا نكون عم نكبس على كل واحد ونعرف تفاصيله. رح ننزل لتحت ونحط New Request، وهون أنا رح حط الطلب المساعدة اللي أنا بدي إياه، رح لاقي الخدمة اللي بدي إياها إذا UMG Store، رح شوف بأي خانة بدي إياها بالريجستريشن. هون رح أكتب التفاصيل عن الطلب اللي أنا بدي إياه، مثلا رح أكتب Please accept my KYC، هيدا أكيد من بعد ما أكون عملت أنا أبلود لل KYC. أوكي، ومن بعدها بكبس Submit. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هيدي الحلقة من كل الفيديوهات، وأكيد هيدي الحلقة رح تكون محطوطة على اليوتيوب بطريقة جدا مميزة، رح يكون في عندكم تفاصيل عن كل الأشياء الموجودة فيها وكيف فيكم توصلوا دايركت للبارت اللي بدكم إياه. شكرا كتير إلكم، وحيالله سؤال أنتم بحاجة له أكيد أنا جاهزة يكون عم بسمعكم. Thank you.